السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من محافظة بابل. من أهم الأماكن الأثرية والتراثية هو متحف الحلة المعاصر. تعالوا ويانا راح ندخل إلى داخل المتحف ونشوف شنو الموجود داخل هذا المتحف من المقتنيات والمسكوكات والعملات وأيضا المواد التراثية والأسلحة والبنادق اللي موجودة بهذا المتحف. من ضمن اللي موجود هو المتحف او المدفع او الطوب اللي من غنائم ثورة العشرين اللي صناعته 1918، بالاضافة الى موجودة امام المتحف. المتحف هو هاي التركتر او الكاروبة اللي اول كاروبة تدخل للعراق موجودة بهذا المكان. تعالوا ويانا الى داخل متحف الحلة المعاصر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيد حسام مشتاقين فيصل الثاني 53، فيصل الثاني ما طلع من 53 الى 58 صارت 14 تموز وانهت حكم الملكي وانتهى. هذا كان بيد المتصرف حصرا بيد المحافظ.
هنا صورة افتتاح البناية. طبعا افتتح 1935. شو وقت يا مريك؟ شنو احد هذا؟ هذا مال بدر، هذا السد، هذا الانين، هذا السجاد. نعم. سؤال استفسار ثاني حاضر. جوا نشوف شنو اللي موجود طبعا، حتى النقش اللي موجود راح تسوي متحف على عدة قاعات راح اعطيكم الى غد نمذه. نعم. بعدين جولوا بحثوا راح تشوفون كل الناس. اولا انتم دائما بقاعد حز الشعبي طبعا. ناس لهم فضل. نعم. علينا كلنا. السلام عليكم. استاذ فاضل مدير المتحف. استاذ جماعه مديوني. يا اهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ صافا المدير. يا اهلا وسهلا والديرتي. انا بيك شلونكم غالي؟ شلونكم غالي؟ الله يحفظك. شلونكم غالي؟ الله يحفظك. منور الاحوال الحمد لله. كل الناس كل الناس. شلون بقاعه الحج الشعبي المقدس؟ نعم. صارت الحج الشعبي. نعم. كان عندنا لباس الحج الشعبي. ادوات الاسلحه من مقام الشيء. وين كان مقيم المسلمين؟ نعم. بعدين راح نجي قاعد الشخصيات الحبيبه والشخصيات اهلا وسهلا بكم متحف الحل المعاصر ويعني بور الديوانيه اهلنا وناسا كل الهلا شرفتونا اليوم متحف المتحف. طبعا احكي لكم بشيء عن بنايه متحف الحل المعاصر. هاي البنايه اول مؤسسه 1930 افتتحت في 1935 مناسبة تتويج ملك العراق الملك غازي. كان المتصرف ذاك سيطلق عليه المحافظ احمد زكي الخيار. المهندس المعماري مال هاي البنايه الاستاذ رشيد. الاستاذ رشيد يمتلك من الابداع مال هذا الطرف بحيث جعل البناء وجهين. الوجه الاول عند الدخول من عنده يعني شكل بيت المفتاح وحلوه الفرس. اشتغل الوجه الثاني، اشتغل الأقواس الباطنية حتى يتناغم في محلات الحلة السبعة اللي هي المهدية وجبرال والطاق. كانت تشتغل أنا ذاك الشناشيب، فالأقواس الباطنية يعني الأقواس الباطنية تكون مقاربة جعلها يعني تتناغم وياها. إضافة لها اشتغل داخل الضواف، اشتغل القنبات والطلقات حتى شدة الصوت بحيث اللي يتحدث هنا اللي يبعد من عنده ما يسمع. هاي البناية سكنتها عدة دوائر من ضمنها متصرفيات دوائر الحلة أي محافظة بابل، أي مقامية، ضريبة، خزينة. آخر شيء استقر فيها متحف الحلة المعاصر قرار 10 لسنة 2010 قانون الآثار 55 لسنة 2002. افتتح من قبل الحكومة المحلية في 2014 ليكون ذاكرة للمدينة ورجالاتها ومحلها. أهلا وسهلا بكم متحف الحلة المعاصر وكل أهلا بكم من الجلسة. راح نتجول احنا اليوم المتحف الحلة نشوف شنو اللي موجود. هذا المتحف من المقتنيات والمواد النادرة اللي هنا موجودة للبرع فيها طبعا الاعضاء اللي من اهالي مدينة الحلة والمتطلبين ايضا مختار من الحلة فوق تبرعات يعني هي مختص المتحف الحلة مختص بالمدينة والرجالات. يعني أقضي ونوحة. نعم نعم هي محافظة بابل عموما. محافظة يعني أقضي المحافظة عند زوركم. يعني المحافظة القريبة عليكم مثلا ديوانية. احنا طبعا نستبشر بهم خيرا لأنه فيهم أهلنا. وهاي الحدود تدر ما تفصلنا يعني بحيث ديوانية وغدارة وكلها جيران وأهل ماكو. ومتداخلة طبعا مناسبة. أكيد نستقبل منهم. طبعا. نعم نبلش هنا اول قاعه هاي في منظوميه المدينه اللي هي قاعه تاريخ سياسي والمقام الجماعي في دوله الفضل. نعم واكو حقبه زمنيه هي حقبه 35 سنه الظالمه اللي ادت المدينه وادت العراق.
يعني هسه اللي جاي ملاحظه بالنسبه للملابس اللي موجوده هنا تشمل كل الطبقات، يعني كاسب والجندي او موظف كل من ملابسهم يعني مبينه هسه. نعم حتى الطفل، حتى يعني حتى الطفل ملابس النوم، حتى ملابس البيت. نعم هاي القرارات اللي كان يعني بيها هنا المناطق اللي انتفضت بوجه الطغم القاتله. طبعا هنا حتى مرات الكبير احنا يقول عددين مرات تجي للطفل يقول شنو ذا؟ يعني هي المقابر الجماعيه شملت كل حتى اكو عوائل يعني بكمله. نعم بالمقابر الجماعيه طبعا حتى اكو ميزات كانت عند العرب يعني من زمان بانه النساء ما حد يدنا له. بالمقابر الجماعيه حتى النساء دخلها، هاي الطفل ممينته وامه طبعا احتضنته وجدوها بالمقابر الجماعيه. زين المراه شنو ذنبها؟ الطفل شنو ذنبه؟ هاي هنا ملابس طالب، ملابس عامل، ملابس شيخ كبير بالسن. طبعا من ضمن اللي ولدوا بالمقابل الجماعيه من ضمنهم سيد ضايع علم من اعلام المدينه، هذا رجل عمره 80 سنه اعتبروه قائد الانتفاضه الشعبانيه. طبعا بالمناسبه هسه هاي اغلب المقتنيات الموجوده يعني ملابس الشهداء وباقي السجائر وهنا تقدر تشوف يعني مرات يقول طفل هسه شد الطلقه اكثر من العظم مالته، يعني هاي فعلا جريمة. هنا اكثر المناطق معروفين يعني يسووا بها مقابر جماعيه. طبعا هي حصه بابل وحصه مدينتنا هي حصه الاسد اللي هي محاوله الوحيد مقبره فكري ومحاوله بزل معسكر محاوين، معسكر محامي اسكندريه جبل النصر، هاي كلها طبعا اكثر بدك نوجدت بها مقابر جماعيه لاهل المدينه وسائلها. طبعا هنا نشوف الجمله ضاربها بكوسه، يعني طبعا هاي كلهم احياء وان شاء الله يعني الله اخذ حقهم وانا من المجرمون المنتقمون. هنا شخصين من شخصيات المدينه اللي هو الشيخ محمد حلل رضوان الله تعالى عليه اخذ من ابسمه. بعض من رموز المدينة يعني شخصيات المدينة وأعلامها. هنا عند تسلسل الراديو يعني دخل المذيع للمدينة. طبعا بالمناسبة أول مذيع دخل للمدينة هو سيد ضايع الله يرحمه، كان بإجازة يعني لما يأخذونه بإجازة، فكان يوضع بالمضيف مالته الستار يعني رجال ونساء خلف الستار حتى يستمعون للمذيع غدة الغزل أو المغزل، المغزل أو المطوة والمبرم. طبعا المغزل هو للنسيج الناعم والمبرم للغليشة والفراش أو هذا يطبون به البتين والثلاثة يطبون حتى يصير غليط. مهنة من المهن اللي انقضت بالمدينة هي خياطة البربوري،
سبعة طوط يعني اساس الشغل مالتي اكثر من طبعا هذا جدار بنام ثورة العشرين نعم انا بنام ثورة العشرين احنا عندنا طلوقة بس تشوفون يتكرر عدة مثال واحد اجمل من الاخر اكيد هم واحد يسمونها الفاتية اي الفاتية ذيك بالاخير جت جوز هاي هي الفاتية يعني شبه وبعدك ما هذا الحجم شوي شوي نعم هسه ان شاء الله طلعت جوالك راح اشوف واحد اجمل من الاخر يعني المهام مالتنا يعني هذا همين عندنا شخصيات المدينة طبعاً إحنا بالمناسبة كل المقتنيات الموجودة يعني هذا نرجع للحقبة العباسية العباسية عندنا والد طارق شاهين هو وقرع هذا أغلب المقتنيات واقعية إحنا كل المقتنيات العباسيين بعثوا أهلها فلما نشوف رقم واحد نرجع تجاه أول محتل بالضبط وهكذا حتى شنو نكون حافظين يعني طبعا انا ان شاء الله شراشيل هديه طبعا عندنا البار والدلقات هاي حقيقيه طبعا هاي الماركات ما تكون كبيره القاعده العربيه او الحديه طبعا البار فيها ميزه كثره المسامير تدلل على الفراغ صاحب الدار قلت يعني على قد حاله طبعا المطرقه فيها مطرقتين مطرقه كبيره للرجال والمطرقه الصغيره للنساء تدلل على حشمه أهل المدينة أضافة الهائع عندنا جناح مهم اللي هو جناح حجد الشعبي المقدس طبعاً استهدون رحمة الله بسورة الفاتحة فلد بسم الله لأن دولة يقربون كل ما يقربون حتى إحنا نعيش عندنا صاحب الفتوى المباركة سيد أنس السيستاني الله يحفظه الله يرحمه وعندنا صاحب الانتصارات رضوان الله تعالى عليه احنا بعض من العلامات الإشارات الفصائل المجاهدة في سبيل تحرير بلدنا وتطورنا إلى عايشين فأنا هنا أرشفنا بأن أماكن التحرير هي من التاريخ اليوم الشهر بعض من الوزارات من عتبة الحيوة حق الحج حج المقرب شخصية مهمة اللي هو الشهيد أحمد العبيد رضي الله تعالى قال رجل قال على نفسه أنه يترك المنصب ويترك كل شيء ويترك المنصب طبعا تلبية النظام الجبهية أقرب الناس ويعرفون بأن إلى أن تشهد أن أبائك الصحر عبد الصالح مجتمع إلى نحن كعالم ونعرف بأنه هو على المنصب الربيع والإسلام معهم مدير السفارات عشر كما قبل من الاستشارة شهر يوم الحجر من قبل النبي الله يونس يكون شهد عيال على الطورة اللي قادة تحكم العراق الحمد لله شكرا الله أنها دولة الفاضلة جهود الشهداء والأبطال والحج الشعبي المقدس. عندنا الدكتور أسامة عبد الحسن الله يعطيه الصحة والعافية هذا الرجل على نفسه هي اللي يترك الوظيفة والمنصب ويلتحق بجماعات القتال طبعا عنده من الجروب مالته اللي هو جو الطلبة أحد الشهداء في النظام رضوان الله عليه. هاي العدة اللي كان يسعد بها الجرحى والمصابين من أبطال الحشد. مقترنات الشهداء طبعاً أحد الشهداء على الطريق وبعض المعركة المدرسة تشعر بين ما يعني تحررت المنطقة هاي محفوظة يعني مقترنات هذا ساد مرتضى الله والله يرحمه حتى الدم اللي سقط عليه يلا من هنا هاي ملابسة شهدين من الشهداء ما نسير شهداء الشرطة قائلها ساد غيث على أحمد وساد غار وبعض من الشهداء اللي هم يعني قبلوا ميدان الجديد. صار صار الله يرحمه. هي قالت يا عاوي سامجة شغلة صار. الله يرحمه. طبعا كان هنا من مدير الإمام الهندور بحيث الناس يعني
قامت تسوي استعمار بالعجل في العمارة وسقطت الأرض المعركة قال لهم كل شيء المعممين يعني استشهدوا يعني جاي كاد مفرد يعني ما في فرق بين المعمم وبين الصغير وبين الكبير كلهم سوا سوا هو كان النداء يعني ما شاء الله الاستجابة إلهية طبعا من ضمن المقتنيات الدولة في الخرافة يعني حتى احنا سكت العملة بالتداول كاتبين خلافة على منهاج الأمور طبعا هي كلمة حق إرادة العواطن خلي نقطتين جوا على خلافة علي منهاج الأمور طبعا بعض من الأخرار مالتهم اللي كانوا يدرسون بيها يسمون الأطفال بين الدبابة زائد دبابة والرياضية عمانة زائد عمانة وهكذا طبعا هنا على داعش الحقيقي والإجرام داير ما داير والأكاوات يعني هاي اللي يفرضونها على الناس بحيث يستعملون منهم أكثر أموال أنا شخصيات الذين يظهر الإنسانين العاملين وغيرها وكان نصيب الشهادة طبعا هاي العدة اللي كان يقتل فيها وخبير من الجرائم سواء هذا موقع خطير لا لا أربع مريض يعني تعبان هذا ثالث أموال بسرعة الصحة والعافية العجالية مقبولة بس هو تعبان يعني هو يفتخر يعني بعالي الجنائي ولا تبقال مشكلة إن شاء الله راح نستحضر لنا قاعة من قاعات المتحف اللي قاعة الأستاذ الباحث محمد عبد الجليل شعار طبعاً والمكتبات المهمة اللي موجودة فيها اللي تبين أرث المدينة طبعاً ضمنها البقمة وهنا صورة مثل الملايات هاي البقمة كانوا يجيبون بها الماء للبيت ثلاث مرات مرة للغسول ومرة للشرب ومرة للطهر طبعاً هنا رجعنا للصندوق صندوق العرس أو الصندقشة طبعاً واحدة أجمل من الأخرى أكيد تلقى كل ما أشوفه أجمل أكيد المهر يكون أعلى هاي كل المقتنيات تلقى عند الأستاذ الواحد محمد عبد الجليل شعر طبعاً بالمناسبة إحنا ما نوهنا بأنه أكو سلة طيبة قالت على نفسها بأنه متأسس المتحف من ضمنهم شيخ الخطابي سيد حسام الشيخ الله يعطيه الصحة والعافية وأن الأستاذ المبدع الأستاذ عبد الجليل شعابي وعندنا الأستاذ الباحث محمد عبد الجليل والدكتور سعد اللي هو فخر المدينة ومحققها والدكتور إسامة عبد الحسن الله يعطيه الصحة والعافية قالوا كلها طيبة قالوا على نفسهم بينهم ينشئون المتحف حتى يحفظ أرث المدينة ومجالاتها فهنيئا لهم هذا المنجز صراحة واللي هو اعتبره المبصرة مالتنا الكاميرا عندنا احنا حتى سوينا تاريخ تصوير للمدينة وابرز الشخصيات يعني اللي اشتغلت لنا اكو بها قرائن مرات تلقاها مصمتة مرات تلقاها مشغولة يعني مصمتة بيت على قد حالها تكون مشغولة لا بيت صاحب ثراء احسن ضابط هاي عندنا بالشغلة بالممكنات اللي هو يطلق عليه الكشكول طبعا كانت تتميز بها للمدينة كان يوضع بالبابا حتى اذا اجى سائل او محتاج وكان ما يطرق الباب وينزل المي وجهه يلقى بالباب كل شيء فلوس مرات يلقى نقود مرات يلقى اكل ياخذه ويمشي بدون ما ينزل المي وجهه طبعا هي الناس اللي يسوون هاي انفورمال هاي اكيد اكيد هسه لا يقول هذا من نسخة جديدة للصندقشة نعم هاي بعض من الأباريق في المدينة طبعا هنا الكوتي عن الفحم السد بالضبط عندنا هذا الهواء المؤرخ 2200 لابن هبدال طبعا هو من مقتنيات الاستاذ الباحث محمد عبد الجليل شعالي طبعا عندنا هاي استغلها رقيه هاي الرقيه هسه ان شاء الله راح اراويك نسخه ثانيه كبيره للنساء وهاي للاطفال يعني لانه قبل ما يروحون الحمام
سوق ياخذون حاجيات مالتهم الديفا فيخليهم ترى يطلق عليها هذا الجيل في مجموعة من الأواني ترجع للحاجة تصلي جابر في الويل هسه هاي الأواني منفوشة أواني لأسه ما منفوشة ما بينا قشي وقلت لك هاي كلمة النقيش كلمة تدلل على أنه هذا صاحب مادة يعني هسه هاي عندنا شنو قوابع هنا أحد الهواة الله يرحمه المرحوم عبد الكرم الخثاني العميدي طبعا كان مولع وهو أصلا كان يشتغل بالبري كان مولع بجمع طوابع طبعا أكبر من مجموعة طوابع هو عنده يعني على العلم إحنا عندنا أكثر من هاوي جمع طوابع اللي هو هذا الرجل يعني ابن الله يرضي الصحة والعافية الأستاذ أحمد عبد الكرم الخثاني هو اللي لاحظ لأن هو هذا الفرد هاي من مقتنيات الأستاذ الموسى الأستاذ الجميل شعاره حراس اليد ولا نعم حراس اليد ولا نعم هذا من مقتنيات الأستاذ حيدر النافع يعرض حالته مثلا للقاضي او للي يريدون يقدمون له العريض احد شخصيات المدينه اللي هو الاستاذ الوضاح فزوجته استرجاء ياسين مالته صحة وعافية وفاءً إليه جابت على أغراض مقتنياته وخذته مصور ومحامي هذا هذا البرد من بور من بور محامي كانت مصور عندنا تحدنا موجود هو مصور زناب بالحلة ده صحيح مصور زناب شارع القاسم أي هو مالتهم هذا هاي مجموعة مقتنياته هذا الفيديو الفيديو ابو الشريط ابو الشريط وهذا التلفزيون الملون من الكاسيت اخر مرات ايه هذا انواع صوابع وهاي انواع العملات مسافر كثيرا هو يعني محاول يعني قدر الامكان لام العملات من مختلف الدول يعني بريطانيه المانيه سوريا غيرها نعم عملات العراقيه القديمه هذا جاون 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 هذا
هذا الرجل اول مهندس معماري، ثانيا شاعر عندما يسمى بيت الحج، يعني راح ورجع بيت الله خامس شعر قد ما كم قسم من 2000 بيت. كذلك الرجل خطاط، هنا هو بعض من الخطوط ايضا لخط من تكون ناحية افضل، رسام فنان تشكيلي، هذه بعض من اعماله لوحات يعني رسام وشاعر وخطاط ومنتكشن، يعني ممكن ان تكرر الاشياء القديمه. هاي ساعه ولكن عمرها اكثر من 140 سنه، صناعه انجليزيه صناعه يدويه. اضافه اخرى انه صاحب معمل نجاره، هذا اللي تشوفوه هذا كله شغال، هذا كله شغال. نعم هاي مكتبته الشخصيه باكثر من 1500 كتاب، ورجب عندنا ارشفه الكترونيه وارشفه ورقيه. كذلك شغل منصب مدير ولايه الحله، مدير ولايه بن سيد، مدير مشروع كهرباء بادل. زين كذلك كان صاحب مطعم في شارع القاصد مدينه الحله، يعني اعتقد هو مواليد 1944 توفى 2003 2004، يعني شوف العمر القصير بس المنجز الكبير. نعم هذه اغلب قاعات متحف الحلة المعاصر، اهلا وسهلا بكم. ورسولنا طبعا هذا شيخ الخطاطين سيد حسان الشلاف اللي ذكركم اياه حد داعمين المتحف. نعم سيد حسان. قاعد شاعر ثورة 20 الدكتور محمد مهيب وصير شخصية موقع الرجل هذا. أول هاي ما كتب عن الصحافة العربية والعراقية، ما أحد من النوادر وضع الدكتور حدو العربي. هذا هنا صفحة الدكتور دكتور أمارت من جامعة مدريون فرنسا، كذلك عن النوادر هنا مصابر أقدم من درجة الثالثة، هذا الأمير الملك فيصل الثاني دولة الملكية، هنا الشهر الخاص يعني عندك هذا التلفزيون جائزة شاسي لام. شو مضي جائزة؟ ما نعرف كذلك. أغراض شخصية سنية الشخصية اللي عندنا هو الآن لأنه هو أعمى يعني. أي بصير فقط البصر بحيث موضوع جدري. هاي أغراض شخصية. هاي مجموعة من السيرة الذاتية مالته ومؤلفاته. هاي صورة تجمع صورة طبيعية لزوج بنته ومحمد غني حكمت وجواز سمير. هذا المعهد سواه زوج بنت صالح ربيع في حياته. زين من الضغائط على لسان صالح ربيع يقول مو سويت تنفار، يقول فايش قلت نسوي؟ قال لا لا هاي الفيلم شو ادخلها من هنا؟ هذا خشم شويه عن طريق يقول من حددته طلع فعلا اجمل من كان مكانه، يعني تخيل هو حافظ التفاصيل تقاسيم وجهه هو مش هيصير صحيح. زين نجي مع عائلته صحيحه، نعم حفيده صحيحه، حفيده بنته من زوجته الفرنسيه، هذا صادق ربيع زوج بنته. هنا دكتور محمد عصير ايام ما كان بالعراق كان خطيب منبر حسيني. زين هنا هاي الصوره تجمع صاير جليل في شفته قبل شويه هسه دخل، هاي انجابوا هاي الصور انا صادق ربيع وهاي هاي بنته. هذا كان دكتور محمد عصير. هنا صوره تجمع مع طه حسين مدير مصري مع رئيس الوزراء شكر القاضي في وقتها في مهرجان الاعلام العربي. هنا عندنا المكتبه الشخصيه مالته. نعم كل الاعراض كل ما يخص هاي يكون فزعه كبيره. هذا مجلس الكتب الساقيه القيم
هاي المدرسة الدينية هل مدرسة كمالية مؤسسة كمالية رح نطلع عليه هذا مؤسسة هذا المدرسة هاي أحكام خاصة بالمدرسة وفي معلومة حاضرة تكون حوزة بني أمة بس بالحلة بلد 450 سنة بالحلة بعدين انتقلت إلى كربلاء انتقلت إلى النجف هذا من صندوق العرس كرر من نسخ كثيرة هذا تلف نا نفس الحلاق هذا في أربعين قرن الماضي إيه ما كان حلاق هو حلاق هو الكاسنوع هو البمر هو البحر بحرشي بحرشي زين هذا طبعا ما هذا الماضي ما هذا ولا يكفي 100 سنة لا تلاحظون هذا حفر هذا مو رسم حفر وشلل زين أنا أهلا بكم في متحف الحلا المعاصر وعذرونا من التقصير أنا الأعزاء واليوم إيش نقول إني ضيوفنا أنتم عن ديواني اللي شرفتونا أهلا وسهلا خاصة والله سنة عن ديواني زين والله عليكم معزة 17 مكتبة شخصية نعم كل مكتبة تحتوي على سياسة علوم اقتصاد أدب تجينا المكتبة عشان ما تشوفون تمامًا نهرسها نقسم الأقسام إلى أدب اقتصاد والمدخلة البترولية وأبرز مكتبة الأدب نعم الدكتور سامي سعيد الأحمد تقريبا من 1600 كتاب ما عندنا ما المكتبة عندنا كمال الدين ما عندنا قاعتين المكتبة هاي القاعة الأولى والقاعة الثانية عندنا بعد المكتبات شخصية جديدة تجينا هاي هسه راح نشوف الأرشيف مال المكتبات شلون أرشيفهن هاي أرشفه شوف الخيشي يجينا أي باحث أي طالب بس يريد يعطينا رقم مال الكتاب احنا نطلع الكتاب بالنسبة يجي القارئ اللي يجي يقرأ هنا مثلا سواء يجي مثلا يقرأ بهالمكان أو مثلا يستعير كتاب استعارة عندنا داخلية فعندنا قاعتين هاي قاعة بها كراسي وموز والقاعة الثانية يعني من ياخذ البيت يعني لا ما عندنا استعارة خارجية استعارة داخلية فقط يعني داخل اي داخل واحنا موفرين لك كل شيء اللي يستنساخ اللي يصور كل الموجود موفرين لك احنا شيء يعني كل اللي موجودة علمية أدبية تراثية سياسية اقتصادية حتى كتب انجليزية حتى عندنا مجلات حتى مجلات انجليزية متوفرات كل شيء يعني يجي الطالب لا وعندما رسالة ماجستير ودكتوراه يدق على المكتب يطلع شهادة كامل يعني هاي الكتب هسه اللي موجودة بالمكتبة كلها يعني من قديم الناس اللي تجيكم هي تبرع بها يعني عرفتك عندك مكتبة شخصية بالناس نعم تبرعت لنا بها المكتبة احنا نرشفها علينا نبطل نرشفها نعم نكملها ونجهزها وعندنا مكتبة الرئيس تبرع لنا يعني الرجال تبرع لنا بالمكتبات الخشب كم عندنا احتوت حدا 36,000 كتاب كانت خيرة أعلام المدينة و 17 شخصية طبعا مكتبات الشخصية مكتبة متحف الحلة المعاصر أكثر من رسالة ماجستير وواحد دكتوراه طلع مكتبة متحف الحلة المعاصر وهذا الفخر طبعا يفتخر بها أهلا وسهلا بكم مرة ثانية متحف الحلة ومكتبة متحف الحلة كل الحلة الله في نهاية حلقتنا لهذا اليوم من متحف الحلة المعاصر لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ فاضل مدير المتحف وكل الأخوة المرشدين السياحيين اللي رافقونا خلال جولتنا داخل المتحف ونتمنى لهم التوفيق دائما لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله ومتحف آخر من أهم متاحف بلادنا الحبيب نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.